بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المناطق المحررة في مدينة حلب المحاصرة من قصف ممنهج ترتكبه الطائرات الروسية والأسدية على المناطق الحيوية وارتكابهم مجازر بشعة بحق المدنيين واتباع سياسة الأرض المحروقة في جبهات القتال مستخدماً كافة الأسلحة المحرمة دولياً واستخدامه الحرب الإعلامية واللعب على أعصاب السكان المدنيين بحجة فتح ممرات إنسانية آمنة. نحن الفصائل العسكرية في مدينة حلب نجدد عهدنا لأهلنا المدنيين بأننا صامدون في جبهات القتال وندفع الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن ديننا وأرضنا وعرضنا، وأن الأيام العصيبة التي نمر بها ستذهب بلا عودة، وأن النصر صبر ساعة. وإننا نبشركم بأنه تم تشكيل مجلس قيادة حلب يضم جميع الفصائل المقاتلة للوقوف بوجه عصابات الأسد وميليشياته المساندة، وتم اختيار المهندس أبو عبد الرحمن نور قائداً للمجلس والأخ أبو بشير معار قائداً عسكرياً لحلب، والله ولي التوفيق.